السلام عليكم دكاترة. أنا دكتورة أميرة محسن، مدرس بيولوجي. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن الإنامل، الأميلوجينيسيس. هناخد النهاردة بارت 1 اللي هو الأميلوجينيسيس. الفكرة إن إحنا ليه بناخد إنامل تاني أو بنشوف الهيستولوجي بتاعه. عايزين نقول بس إن الإنامل ده حاجة very unique as if it's our fingerprint. It's actually our dental print. Okay. فزي ما كل واحد فينا ليه specific fingerprint بتاعته هو، بس ليه واحدة بس بتاعته ما ينفعش تبقى بتاعت حد تاني. نفس الكلام مع الدنتال برنت اللي هي الانامل. طيب ليه برضو محتاجة أبص على الهيستولوجي بتاع الانامل تاني بعد ما خلصنا دراسة وكده؟ انا محتاج اعرف الاسباب اللي تخليني اشوف حاجات زي دي، discoloration، white patches، single spots و black spots زي ما احنا شايفين. ده سببها ايه؟ لازم ابقى عارف هسأل على ايه، هشوف ايه في patient history علشان اعرف tackle ال treatment plan بتاعتي. وبناء عليه فانا محتاج ان احنا نعرف ايه تكوين الانامل اصلا، او اللايف سايكل بتاعه الاميلوبلاست اللي هي الفورمينج سيلز بتاعه الانامل، والبروبرتيز بتاعته اللي هي الكيميكال اند فيزيكال بروبرتيز اللي بتخليه يتفاعل او يرياكت مع الاورال انفايرمنت. ومنه هتعرف على الاستراكشر بتاع الانامل نفسه، والسيرفيس ستراكشر والهايبوكالسيفايد ستراكشر اللي ممكن تاثر على الانامل. طيب so by definition ايه هو الانامل؟ It's the hardest calcified structure in the body. احنا عارفين ان اقوى structure عندي، او the hardest structure في البودي كله، اكتر حتى even harder عن البون، هو الانامل. طيب هو بيكفر طبعا الدنتن، وكأن هو الكراون بتاعنا، كأن احنا بنعمل coronation for dentin. بس هو في حتة يعني مميزة كده، ان هو الاوريجن بتاعه مختلف عن بقية الستركتشرز كلها بتاعة التوث. فهو اكتوديرمال ان اوريجن. وفكرة ان هو اكتوديرمال ان اوريجن دي بقى احنا بنقولها كتير طول المحاضرة دي والمحاضرة الجاية، لان شخصية الانامل وصفات كتيرة فيه معتمدة جدا على فكرة ان هو اكتوديرمال ان اوريجن، مش ميزينكمال زي بقية الكومبوننتس اللي هي سمنتم بالب دنتن. كل دول جايين ان اكتو ميزينكمال اوريجن، لكن الانامل لا، هو اكتوديرمال ان اوريجن، which means ان هو برضو كمان بيختلف عنهم في ان هو نون كولاجين استاشن. يعني كل اللي احنا قلنا عليهم دول الماتريكس بتاعهم مين اللي بيكون من الكولاجين، لكن انا في الانامل ما عنديش كولاجين، عندي حاجة سبيسيفيك خاصة بيه جدا لان هو يونيك اسمها انامل بروتينز. زي ما اتفقنا هو بيفورم مش بس التاج او المينا، طبقة المينا بتاعتنا، لا هو البروتكتيف كفرنج. وده بينقلنا للصفات بتاعته. اولا ان هو انرت ونون سنسيتيف واي سيلولر، الحاجات دي كلها بتخليه انا ما احسش باي حاجه نازله علينا. لان احنا لو الانامل فايتال او في انرفيشن زي البالب مثلا كده او الدنتن، احنا مش هنعرف نعيش. اي حاجه سخنه، اي حاجه نضغط بيها هنبقى حاسين بيها. اي سيلولر يعني ما فيهوش خلايا. الفورمينج سيلز بعد ما بتخلصوا بيحصل لها ديسابيرنس او ابوبتوسيس اللي هي الاميلوبلاست. وده يختلف عن الدنتن وعن السمنتم وعن البون، لان كل دول فيهم الفورمينج سيلز بتاعتهم بتحصل لها ريجنريشن وبتقعد بتبقى موجوده، وهي اللي بتبقى مسؤوله عن عمليه الريبير. وهنا تيجي المشكلة ان الانابل وانس ان هو خلص، وانس ان هو destroyed، انا ما بقدرش اعوضه. وده اللي بيعمل لنا مشاكل في عيادتنا كلها، ان احنا كل املنا كبيولوجيست او حتى دنتست ان احنا عايزين يبقى في حاجة بيولوجيكال تعوض الانابل. بس الحقيقة الى الان لسه ما وصلناش لحاجة تدي نفس الانابل، يعني نفس شكل الانابل بالظبط. طيب نبتدي نتكلم بقى عن البروبرتيز الفيزيكال او الكيميكال بروبرتيز بتاعه الانامل. فيزيكالي انا هتكلم على 6 حاجات، هي لونه، الثيكنس بتاعه، الهاردنس، البريدنس، السوليبيليتي والبريميبيليتي. وبالنسبه للكيميكال ستراكشر، ان انا هقول ان كل الهارد ستراكشر بتاعتي لما اجي اتكلم عليها زي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي كلها، سواء كان دنتن، سيمنتم، بون او انامل، كل دول هقسمه لحاجتين، انورجانيك واورجانيك.
الأورجانيك ماتريكس زي ما اتفقنا في كل الكومبوننتس الباقية كلها كولاجينوس، لكن الانامل نون كولاجينوس، قلنا بيبقى فيها انامل بروتينز، وبعد كده كلهم بيدخل فيهم ال هيدروكسي أباتايت كريستالز اللي هي الجوكر بتاعنا كلها باختلاف نوعها من تيشو للتاني. فبالنسبة للأورجانيك ستراكشر في الإنامل، أنا علشان خاطر أعمل ماكسيموم هاردنس بالمنظر ده، أنا بيبقى عندي نسبة 96% مينرالز اللي هي نون أورجانيك فيز بتاعي، اللي يمثلوا زي ما اتفقنا الجوكر بتاعي أو الهيدروكسي أباتايت كريستالز وشوية مينرالز قليلين جدا، لكن ماني ان انا عندي الاورجانيك او الانامل بروتينز دي اللي هي بتاخد بس يا دوب نسبة من 1 لـ 2% من الفاينل ستراكشر بتاعنا، لكن هي actually very 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 important في ال development بتاع الانامل و afterward وحاليا كمان في research، وبيبقى فيه 2 لـ 3% نسبة total. طب الانامل من اسمها احنا قلنا اسمه انامل بروتينز، mainly عندي حاجة اسمها اميلوجينين دي 90% من الانامل، من الانامل بروتينز يعني، و10% نون اميلوجينينز. مش هندخل قوي في التفاصيل عشان ما اتعبش حضراتكم، بس عايزه اقول لكم ان الاميلوجينين دي من الحاجات اللي ليها كلينيكال ابلكيشنز كتير قوي، منها مثلا حاجات زي الانامل ماتريكس ديريفاتيف او الانامل ماتريكس بروتين، حاجه مثلا موجوده في السوق زي الاندوجين، دي بتستخدم في السمنتم ريجنريشن والبالب كابنج كمان، وليها ابلكيشنز كتير يعني، غير انها بتجايد المكان اللي بعد كده هيترسب فيه المينرالز بتاعتي. تمام، فده بالنسبه للاورجانيك فيز بتاعنا بتاع الانامل. بالنسبه بقى للنون اورجانيك او الجوكر بتاعي اللي هو الهيدروكسي ابتايت كريستالز، فهي بتترتب في فلاتس زي ما حضراتكم شايفين كده مميزه جدا. اهم ما يميزها وعايزين ناخد بالنا منه لانه برضه هيفرق معانا جدا في شخصيه الانامل، اللي هما اللي المثلثات اللي فوق بعضها دي، والسيرفس بيبقى فيه الكالسيوم بره، والترتيبه بتاعه الفوسفورس في التراينجلز اللي عكس بعض دي، بس ناخد بالنا قوي من او اتش اللي واقفه لوحدها دي، عشان هي هتلعب دور كبير جدا في السوليوبيليتي بتاعه الانامل، لان هي مش ستيبل، سهل قوي ان انا اجي انطرها وادخل مكانها اي حاجه، ادخل مكانها فلورايد، دخل مكانها المهم ان انا سهل قوي ان انا اتحكم في الاو اتش دي، لان هيبقى سهل ان انا احركها من مكانها. طيب بالنسبه للفيزيكال بروبرتيز بقى، بدايه بالكالر، زي ما احنا عندنا كده زي ما حضراتكم شايفين في حياتنا العاديه، لما تيجي تشتري كوبايه كده وتلاقي الكوبايه دي تقول لا الازاز بتاعها مش رايق، شكله مش حلو، لكن دي الازاز بتاعها رايق، هو رايق enough لدرجه ان انت تقول عليه شفاف او transparent translucent كاشف اللي وراه، نفس الكائن اللطيف ده موجود هنا بس انا مش شايفه. ليه؟ لان السنه دي بقول سوري الكوبايه دي بنقول عليها ان هي opaque غامقه معتمه، فمش كاشفه اللي وراه. نفس الايديا موجوده في الانامل، ان انا اقول ان الغامق ده يعني الكريستالز بتاعته والثكنس بتاعه probably عالي جدا، فبيديني الشكل اللي هو الجرايش وايت او اوبيك انامل، لكن الشكل اللي بيبقى يعني رايق اكتر بيبقى مديني يلوش وايت انامل اكتر، لانه بيبقى ترانسلوسنت كاشف اللي وراه which is dentin اللي هو لونه يلوش شويه. تمام، يبقى الاوبيك هو اللي هيبقى الجرايش وايت، واليلوش هو اللي هيبقى الترانسلوسنت، وفكرة الترانسلوسنت هي mainly depend على نسبة الكالسيفيكيشن، الهوموجينيسيتي of enamel و الثيكنس. والثيكنس بقى ده حدوتة، لأنه مش بس variable في السنان وبعضها وما بين شخص وشخص وما بين توث ودوث، لا ده كمان في نفس التوث نفسها الثيكنس بتاعي بيفرق، بيبقى مثلا عند الماكسيمم الثيكنس بتاعي 2.5 مثلا في الجزء اللي هو الفانكشنال زي الكاسبتيب او الانسيزر ريدج، الحاجه اللي زي ما اتفقنا ان هي فانكشنال زي الانسيزر ريدج هنا او الكاسبس هنا، وده يعتبر نوع من انواع الفانكشنال ادابتيشن، ان انا بزود الحاجه اللي انا هنزل عليها ستريس، سبحان الله يعني. والثينست بارت زي ما احنا عارفين اللي هو بيخلص النايف ايج اللي احنا متعودين عليها دي،
في السيرفيكال بارت بتاعي او الفيذر ايج زي ما بنقول، او السيرفيكس او السيرفيكال ثيرد يعني، او الجنجيفال ثيرد، وزي ما اتفقنا ده بسميه فانكشنال ادابتيشن. طيب احنا اتفقنا ان الانامل هو the hardest structure في البادي كله، وده نتيجة قلنا ال high mineral content وال crystalline arrangement. وفكرة ال crystal arrangement دي ان هي ازاي سبحان الله مترتبة بحيث ان ما يحصلش سبرج او يحصل ليكج فيها، دي هنبص عليها شوية النهاردة وناخد عنها بالتفصيل بعد كده المحاضرة الجاية ان شاء الله. واقول ان الهاردنس دي كمان بتفرق ما بين البيرمننت تيث والديسيدوس، طبعا البيرمننت اكتر، وكمان من بره لجوه، لان انا عايز الجزء اللي ناحيه السيرفس الاوتر سيرفس بتاعي اللي ناحيه الاورال كافيتي اللي انا هستخدمه في اكل وشرب وكده يبقى هاردر ذان الجزء اللي ناحيه الدنتن. والجزء اللي نبقى ناحيه الكاسب بتبقى اكتر من الامينو دنتال جونكشن واكتر من السيرفيكال لاين. خلاص، فانا الهاردنس بتاعتي بتزيد من جوه لبره بحيث ان الماكسيمم هاردنس تبقى ناحيه بره، ومن السيرفيكال لاين للكاسبتر بحيث ان اعلى نقطه تبقى ناحيه الكاسبتر. وممكن انا اعمل ابلكيشن لماتيريالز او ان انا اعمل فلورايد ابلكيشن، فزي ما اتفقنا انطر الاو اتش اللي كانت موجوده عندي دي وادخل مكانها فلورايد فزود الهاردنس بتاعه الانامل. لكن تأتي مع هذه الهاردنس الكبيرة قوي مشكلة تانية اسمها البريتلنس. احنا بنقول ان الانامل is hard like steel لكن brittle like glass، يعني هو جامد قوي زي الحديد خلاص، لكن brittle زي الازاز. مشكلة الازاز في ايه؟ انه جامد وحلو وجميل طول ما هو ليه support، يعني الازاز اللي احنا بنحطه على تربيزة السفرة بتاعتنا بيشيل، ممكن نقف عليه عادي as long as ان هو تحتي الخشب او معمول بقى بثكنس عالية قوي. لو شلت الخشب ده ووقفت على الازاز او حتى حطيت عليه بس لود كبير، كل اللي هيحصل هو هاي كراك. نفس الفكرة في الانامل، الانامل لو حصل ان هو lost الفاونديشن بتاعته او فقد الدنتين اللي عمله سبورت، بيحصل ان هو يبقى سهل قوي انه يتكسر معاه، وده بيحصل مع الكيرز مع الايدج مع النون فايتال بولب، كل الحاجات دي او يحصل اندر مايننج بكيرز، كل ده يساعد على ان الانامل يبقى بريتل اكتر معاه. تمام. السوليبيليتي، والسوليبيليتي دي بقى هي مشكلة المشاكل بالنسبة للانامل ومشكلتنا في عيادتنا كلها، ان هو soluble in acids، نفس ذات الـ OH اللي احنا كنا بنتكلم عليها، سهل قوي انها تسمح بان احنا يحصل demineralization للانامل، ونبتدي ان احنا واحدة واحدة كده نفقد الكالسيوم اللي موجود، وندخل بعد كده نعمل بريتشنج او نعمل بقى يبقى سهل ان انا اخترق الانامل ده وادخل للدنتن والدنيا تخلص. خلاص، فسهل قوي ان احنا نعالج الحوار ده او نحاول ان احنا نشتغل عليه بحاجة زي الفلورايد زي ما اتفقنا. واخر حاجة هي البرميابيليتي. والبرميابيليتي الانامل، البرميابيليتي يعني النفاذ، فكرة ان هو يسمح للايونز او السمول ايونز انها تعدي، او داي ستاف زي صبغات يعني او كده. والحمد لله الانامل سيماي بيرميبل ميمبرين، يعني مش بيسمح قوي بمرور كل حاجه، ولو بيسمح بيسمح بحاجات صغيره زي سمول مولكيولر سايز او دايز، والحاجات دي بتبقى مينلي من ناحيه السلايفا اكتر، لكن اقل من ناحيه البلب. وده برضو تاني من رحمه ربنا بينا، فكره ان انا هاخد من السلايفا، اذا انا اقدر اخد حاجات تزود المينراليزيشن عندي مثلا زي الفلورايد او. لكن لو انا الحمد لله لو كان لا قدر الله عندنا السهل ان انا يحصل ما بيني وما بين البلب اكستشينج في اي انفكشن اي حاجه، هلاقي نفسي برضو مش قادر، وهلاقي الانامل بيسمع في كل حاجه ويفقد ميزه ان هو انرت. تمام، يبقى احنا كده عرفنا يعني ايه انامل، وفهمنا الكيميكال والفيزيكال بروبرتيز بتاعت الانامل. طيب
ايه بقى هي عملية تكوين الانامل او الاميلوجينيسيس؟ ان جنرال اي كلمة جينيسيس او جينيسيس تعني تكوين. اما الامينو او سمنتو دنتو اوستيو هي دي اسم العملية، وغالبا بتيجي من الفورماتيف سيلز. خلاص، فاميلو جينيسيس means الفورميشن اوف انامل. والحقيقة عملية الفورميشن اوف انامل اللي هي بتتقسم على مرحلتين، السكريشن بتاعة البروتينز اللي احنا اتفقنا عليها، وبعدين المينراليزيشن، بعد كده كمان ان هي under genetic control. ونشد تحت بقى البوينت دي حبة خطوط حلوين كده، ان الامينيوجينيسيس under genetic control. كمان ان هما يقدروا يقسموها، والعلماء يعني يقسموها للتسهيل، ل 3 main broad stages: pre-secretory, secretory و maturation stage. وبعدين في تفصيلة يعني فيها divisions أكتر شوية عشان نفهم، بس خلونا نتكلم على التلاتة دول. على إن هم في البري سيكريتوري أنا بحضر الخلية لأنها خلاص هتعمل سكريشن بعد شوية، فابتدي أعرف الناس اللي حواليا دول مين وأجهز نفسي إن أنا بخلايا منتجة، وبعدين أنتج فعلا، وبعد كده يحصل عملية الماتيوريشن بتاعتي. عشان ده يحصل، الحدوتة دي لازم يبقى لها أبطال. البطل الأول والشخصية الرئيسية يعني في الحدوتة بتاعتنا دي هي الأميلوبلاست، لأن هي حسب الفانكشن اللي بتعملها كل يوم هتتغير بقى، أو هيبقى فيه نضج في الشخصية دي خلال السيناريو بتاعنا أو الحدوتة بتاعتنا. ومع هذا النضج أو التغيير هيحصل فيه changes في الفيمولوجيكال، في المورفولوجيكال والفيسيو والفيسيولوجيكال ستيجز بتاعة اللايف سايكل بتاعة الأميلوبلاست. تمام. بعد كده هيبقى عندي supporting characters بقى اللي هيساعدوا الشخصية انها تنسج القصة بتاعتها او تحكي الحدوتة بتاعة الانامل دي، واولها طبعا جارهم اللي ناحية الدنتين او نقول عليه البريدنتال والأودونتوبلاست، الستراتم انترميديوم، ودي الشريك الاساسي للاميلوبلاست علشان الفورميشن اوف انامل، بتشارك جدا بالالكالاين فوسفاتيز among other functions يعني، والنيوتريشن سورس اللي هو اكلي وشربي. انا عشان ابقى خلايا منتجه فانا هحتاج ابذل طاقه وكلام من ده، وهحتاج يبقى ليا مصدر طاقه اخد منه النيوتريشن بتاعتي. طيب عشان كده هم قسموا الاميلوجينيسيس لسبع مراحل تحت الثلاثه الكبار اللي احنا قلنا عليهم. فاول واحده اللي هي البري سكريتوري او البري سكريتوري، دي هتبقى المورفوجينيك، دي المرحله اللي احنا بنشوف احنا مين وجيراننا مين ونتعرف على الناس اللي حوالينا. وبعدين الديفرنشيشن او اورجانيزيشن او بري سكريتوري، دي المرحله اللي انا بحضر نفسي كخليه ان انا ابتدي اهنتج بعد شويه، وابتدي اتفاعل مع النسيج اللي جنبي. فورماتيف، انا هنا خلاص انا فورماتيف اميلوبلاست، فانا بكون انامل. بعد كده ترانزيشنال ستيج، لما اخلص بقى او اقرب اخلص الانامل ايه التغيرات اللي هتحصل، بعدين ادخل على الماتيوريشن بحيث ان انا ارسب بقى كالسيوم اكتر واخلص اكمل عملية النضج دي. وبعدين بروتكتيف وديزمولاتيك، اللي هي احافظ على اللؤلؤ اللي انا كونتها او الكراون اللطيف ده، والديزمولاتيك دي اللي هي بتساعد في عملية الاربشن اصلا بتاعة السن. عشان ما ننساش، ممكن بالانيشيالز بتاعة كل مرحلة نفتكر ان لو واحد صاحبنا مثلا بيحكي لنا على معلومة مهمة، يبقى my dear friend told me a precious data، بالانيشيالز بتاعة ال 7 stages of amniogenesis. في معلومة مهمة لازم نبقى عارفينها عن الامينوجينيسيس والانامل فورميشن، هي ان انا ممكن السنة الواحدة يبقى فيها سبع مراحل شغالين في نفس الوقت. ليه؟ لان احنا واحنا بنتكلم هتلاقيني دايما بقولك الفورميشن بيبتدي من الكاستبس وسويبس ناحية السيرفيكال لاين. ففي الوقت اللي انا بكون لسه بعمل فورميشن، او بكون ان انا مثلا بعمل ماتيوريشن في الكاستب، انا عندي في السيرفيكال بورد انا لسه يا دوب بكون، كمان ممكن يكون في الجزء الاخير خالص اللي هو ناحيه السمنتو انامل جنكشن ده، لا انا اساسا عندي لسه ما تكونش. تمام، لسه ما تكونش انامل اساسا، فانا كل المراحل بتبقى موجوده في نفس التوث. طيب عشان ما ننساش،
ولأن الواحد عارف إن مذاكرة البيولوجي يعني أو الهيستولوجي زي ما بتسموه بتبقى صعبة شوية بعد ما بنخلص. فخلينا نتفق على حاجة، إن احنا نبص له على إنه بيولوجي مش هيستولوجي، مش بس حاجات كده معلومات هتترص وتتحفظ ونفهمه، لو فهمناه مش هنحتاج نحفظه خالص. ونشوف فيه كده فرصة إن احنا نشوف إبداع ربنا سبحانه وتعالى في خلقه يعني، علشان نبقى ماشيين بماب وما ننساش ونساعد نفسنا برضو زي ما اتفقنا. خلينا نقول إن احنا في كل ستيج من السبعة اللي احنا قلناهم دول همشي على سكيم كده عشان ما ننساش الأوتلاين بتاعي، هما ستة وفي ايتم تحتيه ستة، يبقى ستة في ستة. الحاجة الأولانية هي التوث ديفلوبمنت، اللي هو الحاجات اللي انت خطوها في التوث ديفلوبمنت، يعني في جزء كبير قوي من اللي احنا هنقوله دلوقتي يعتبر ريفيجن اساسا انت خطوها في التوث ديفلوبمنت، فاحنا هنعدي عليه سريعا. بس حضرتك وانت بتذاكر لازم تبقى واخد في الحسبان انا في انهي ستيج، واللايت مايكروسكوب بتاع الستيج عامل ايه، هل انا والله في نهاية الكاب في الايرلي بيل في اللايت بيل، ولا في خلاص بقى انا الكراون بيتكون، واتكلم على الانامل اورجن شكله عامل ازاي، والكلام ده انتوا كله اخدتوه خلاص في المحاضره بتاعه التوي ديفلوبمنت. اللي يهمنا شويه اللي هو الزوم ان على الاميلوجينيسيس من جوه بالالكترون مايكروسكوب، وهنا بقى في ستة ايتمز لازم اخد بالي منها. اول حاجه المصنع من جوه، الراس المدبره اللي هو النيوكليوس، ودايما بيجي وراها الميتوكوندري على طول اللي هي المصنع بتاع الطاقة، وعلى حسب الستيج وعلى حسب وعي النيوكليس كده هي هتعمل ايه، هتلاقي الميتوكوندريا بتزيد بتقل بتروح معاها بتسافر بتهاجر بتنزل بتطلع حسب النيوكليس محتاجة قد ايه مجهود ومحتاجة قد ايه شغل محتاجة قد ايه طاقة الخلية انا في انهي ستيج. يتبعها على طول الجولجي اباراتس، ده اللي هو هيساعدني في فكرة الباكينج وان انا اظبط الجولجي والرافند بلازميك ريتيكولم في تصنيع البروتين. والسنتريول ده مهم جدا لان هو فاصل امتى الخلية دي هيبقى لسه تقدر ان هي تدفايد وتنقسم وامتى لا. ومع تطور الخلية وزيادة حجمها هيفرق معايا الاتاتشمنت. الاتاتشمنت اباراتس هنا زي فكرة المفصلات بالظبط، كل ما كانت الخلية بتاعتي صغيرة فأنا هحتاج إن أنا يبقى عندي مفصلة واحدة، زي بالظبط الشباك الصغير احنا بنحط له مثلا زي مفصلتين، لكن لو الباب كبير أو تقيل شوية أو مسفح هتلاقي عندك المفصلات اللي موجودة أكتر وأكبر وسوفيستيكيتد أو تخينة أو متينة أكتر. فكل ما السيل بتاعتي تطول كل ما أنا احتجت إن يبقى الجنكشن عشان الخلايا تمسك في بعضها ما تفصلش إن يبقى عندي attachment more sophisticated وعددها أكبر. وفي حد مهم جدا لازم نبقى حاطينه في حسبانها هو البيزمنت ممبرين، لأن ليه رول مهم جدا في الستيجز، هو موجود هو مش موجود هو هيمسك بعد كده في السنة هو هيكفر السنة. فالبيزمنت ممبرين مهم جدا لأن هو زي خط الدفاع خط الحدود بتاعنا. تمام، فدول الست ايتمز اللي احنا هنتكلم عليهم تحت الالكترون مايكروسكوب. وهيبقى في بقى السبيشال كاركترز، والله المرحلة دي فيها حاجة معينة فانكشن نزيدها او حاجة تميز هذه المرحلة. والهارد ستراكشر اف بريزنت، يعني امتى اتكون هارد ستراكشر، والله في بريدنتين في دنتين اللي انا متكون لسه، والنيوتريشن ان طبعا انا يهمني اعرف انا هاكل واشرب ازاي. في بوينت مهمه بقى في التسميه، انا يعني اعتقد ان انتوا خدتوها، مش اعتقد انتوا اكيد خدتوها في التو ديفلوبمنت، بس خلونا نفتكرها سوا مع بعض، هي فكره التسميه. انا لما بيبقى عندي سل علشان ما تلخبطش بنقول على الحاجه اللي ناحيه الدنتين البعيدة عن الخلية بقول عليها ديستال أو دنتنال اند، الناحية البعيدة عن النيوكليس اللي قريبة من الدنتين الديستنت away from النيوكليس، أي كل الحاجات فيها دي أهي تبقى هي دي ديستال بورت of أميرابلاست. لكن الناحية اللي فوق ناحية دماغنا كده الناحية اللي فيها البرج العالي اللي النيوكليس لازم تبقى محطوطة بعيد فيه، هو ده الإيبيكال بورت اللي هي ناحية
الستراتم انترميديا او بقول عليه البروكسيمال بارت، البروكسيمال بارت. فعشان ما نتلخبطش من دنتينال وستراتم انترميديم سايد، فاحنا بنقول على الجزء البعيد عن ال على النيوكليس او اللي ناحية الدنتين دنتال او ديستال بارت، واللي قريب من النيوكليس او ناحية الستراتم انترميديم بقول عليه بروكسيمال بارت. فـ let's go through the stages of amniogenesis يا دكاترة. أول حاجة المورفوجينيك، وهنا دي زي بالظبط لما أنا بنحضر كيكة كده وأنا بحط دلوقتي والله ده الدقيق هاخد منه قد كده، واللي بحضر حاجتي كلها عشان ما أوبس محتاجش حاجة في النص وأنا بعمل الكيكة بتاعتي أو الحاجة بتاعتي، تمام؟ فكأن احنا بنحضر المقادير، والله بعرف مين الجرين مين الناس، ودي بتبقى نهاية الكاب وبداية الـ early bell stage. خلونا نمشي بالترتيب زي ما اتفقنا علشان ما ننساش. فلما اجي ابص طبعا خدته نهايه الـ early bell stage بيبقى شكلها عامل ازاي، والكوندنسيشن بتاعه الاكتوميزينكمال السيلز بتبقى عامله ازاي، وهل في عندي سلفريزون ولا لا، وهكذا. هي نفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه كده بالظبط، بتبقى الخلايا لسه شورت كولامينر وبتبقى لسه still able to divide. فانا بلاقي عندي سنتريول مع الجولجي ابيرتس، والنيوكليس بتبقى في النص كده، وحواليها الايه شويه ميتوكوندريا على قد اكلها وشربها وجولجي ابيرتس. يفصلني عن اللي تحتي او عن اللي حواليا البيزمنت ميمبرين، وسيل فري زون بعيده عني بيني وبين الاندفرنشيتد ميزينكمال سيلز اللي ناحيه اللي بعيده عني ناحيه الفيتشر دنتال سايد. اوكي طيب لما ابص عليها في الالكترون هلاقي نفس الكلام، والله دي نيوكليس سنترلايزد اهي، وحواليها شويه يا دوب ميتوكوندريا وشويه رف اندوبلازميك ريتيكولم زي ما حضراتكم شايفين، وخلاص عندي اتاتشمنت واحده ما بين الخلايا وبعضها وخلاص على كده، تمام؟ لان زي ما اتفقنا الدنيا هنا لسه بنتعرف، بس مش محتاجه مجهود كبير. البيزمنت ميمبرين بيفصل بيني وما بين ال underlying undifferentiated mesenchymal cells، لسه ما فيش اتصال ما بيني وما بينهم، وال space اللي فاضي ده بيبقى فيه just argyropheric fibers وخلاص، ما فيهوش cells، عشان كده سميناه acellular zone. ده ال schematic presentation. I think انتوا شفتوا الصورة دي برضو قبل كده في tooth development. اهو ده شكل ال nucleus، ويدوب حواليها الحاجات evenly dispersed، و cell واقفة على basement membrane، وعندي proximal junctional complex واحد، مش محتاجة ان انا ازود حاجة، لسه الدنيا صغيرة وحجم الخلايا قليل، وما عنديش hard structure اتكون، ويدوب فيه بس ال inner enamel epithelium بتاعي هي interact مع المزينكم الستم سيلز، عشان الموجودة تحت دي او الموجودة just below me تحت السيلف زون، عشان بعد كده يتطور من شكل الدنتينو enamel junction. خلاص احنا في الوقت ده بنسمي الخلايا دي inner enamel epithelium، لسه ما اتغيرتش. والنيوتريشن جايه منين؟ جايه لي من الدنتال بابيلا. خلاص فانا لسه الى الان عندي الخلايا اللي بتبعد عني من الدنتال بابيلا دي، لسه انا ما وصلتش منها، لسه ما فيش ما بيني وما بينها اي انتراكشن، وانا باخد منها النيوتريشن بتاعتي. طيب عرفنا مين الجيران وعرفنا وظبطنا نفسنا ومسكنا في بعض، ابتدي افكر بقى اللي هيحصل مع الوقت. اجهز نفسي organization او pre secretory، فانا محتاج ان انا اعد الخلية اللي لسه short columnar دي ان هي تبقى طول columnar، وتجهز بقى تجهز ان هي اول حاجة هتطول like twice the size بتاعها، وبالتالي لما تطول ويحصل معايا عملية مهمة جدا، واحدة اسمها الاندكشن والتانية اسمها polarization. actually هو الاندكشن نتيجة البولاريزيشن. احنا قلنا دلوقتي ان انا هجهز الخلايا بتاعتي بحيث ان هي تبقى جاهزة انها تنتج، بداية هطول الخلية وهبتدي افصل بقى الخلايا الحاجات المهمة عن بعضها، فهأبعد الدماغ بتاعي او السنتر او المصنع بتاعي احطه فوق في البروكسيمال بارت، وانزل الجولجي اباراتس والبراف اندوبلازميك ريتيكولوم ناحية الدنتال بابيلا، الناحية اللي هي اللي هتبقى الفيوتشر تندن ناحية الدنتال بابيلا. ولما يحصل ده السيلف فري زون اللي كانت موجودة عندي وتفصلني عن السيلف ريتش زون اللي موجودة في الدنتال بابيلا هتختفي، تمام؟ طب وليه احنا عملنا كده؟
علشان خاطر زي ما اتفقنا ابعد المصدر. طبيعي جدا ان انا لما هبقى بشتغل مش هيبقى مدير المركز مثلا او مدير المصنع قاعد في الدور اللي تحت، لا هو هيبقى المبنى بتاعه الاول، المكتب بتاعه من فوق عشان يبقى باصص على كل العمال ومظبط شايف المكان عامل ازاي والدنيا عامله ازاي وبيباشر ويتابع القرارات. احنا دماغنا موجوده فوق في راسنا مش موجوده تحت عند رجلينا، وبالتالي يبقى انا لازم ابعد المصنع او مركز العمليات فوق واحط النيوكليس بعيد خالص عن مكان السكريشن، واخلي الحاجه اللي هتطلع لي هي خط الانتاج هو اللي تحت، هو ده اللي هاخد منه واطلع بره. فطبيعي ان انقل الجولكي ابارتس ورف اندوبلازميك ريتيكولم ناحيه الدنتنال بورت او الديستال بورت. طب الخلايا لما طولت هل الاتاتشمنت دي كفايه عليها؟ بمنظرها دي كده طبيعي احنا ممكن يعني نفصل ما بين الاثنين دول نشدهم مع بعض وتتصل، فبناء عليه لا انا هيزيد عندي بروكسيمال جنكشن كمان، ومع عمليه البولاريزيشن دي زي ما احنا اتفقنا هيحصل ان السيلف فري زون تختفي وتتحول نتيجة ان الاندر فرانشيزد ميزينكمال سيلز اللي موجودة في السيرتش زون قربت من الاميلوبلاست اللي طولت في الحجم وشالت السيلف فري زون، ان هيبقى عندي اندكشن، يعني الخلايا بتاعت البري اميلوبلاست تعمل اندكشن او تأثر على الخلايا بتاعت الاندر فرانشيزد ميزينكمال سيلز اللي موجودة في السيرتش زون وتحولها اوف دندر بابيلا وتحولها الى بروتوبلاست. طبعا هي مش هتسكت وهترد جميل بس شوية كده. نقول بقى زي ما اتفقنا ان المرحله اللي انا فيها دي هي اريبيال ستيج، والخلايا تحولت من اسمها انها تبقى انر انامل ابيثيليوم الى انها تبقى بري امير بلاست تول كل امير سيلز اولموست زي ما اتفقنا توايس سايز حوالي 40 مايكرون. واي خليه منتجه بقى دلوقتي لحد ما تخلص المنهج وفي كل التيشوز اللي في الحياه، انت لازم هتلاقي النيوكليس مايجريتد ناحيه البروكسيمال اند، فيها رف اندوبلازميك ريتيكولم وجولجي ابارتس وميتوكوندريا كتير علشان خاطر الخليه دي منتجه فهتحتاج تنتج طاقه، وهتحتاج تستهلك طاقه علشان تنتج، وهتلاقي الاتاتشمنت بتاعتي طالما انا الطول زاد هتزيد معايا علشان خاطر تعمل انكرج للخلايا اكتر. تمام. وهنا النجمه اللي تميز الفصل ده او الشابتر ده من الحدوته هي ان بيحصل ابيثيليوم ميزينكيمال انتراكشن ما بين الاميلوبلاست او البري اميلوبلاست مع الاندفرنشيت ميزينكيمال سيلز نتيجه ان الاميلوبلاست او البري اميلوبلاست بقت قريبه من الاندفرنشيت ميزينكيمال سيلز وتكونت ايه الاودونتوبلاست اللي هتديني السترايكنج بوينت النقطه الفاصله او الحدث اللي هيحول الحدوته او الحدث المركزي او الاساسي اللي هيتكون عندي بري دنتال. وهنا بقى الخلايا دي هترد الجميل، لان زي ما انا الاميلوبلاست عملت عليها افكت وعملت ستيميليشن عشان احول الاندفرنشيت ميزينكيمال سيلز الى اودونتوبلاست، البري دنتال هيرد الجميل ويخلي الخلايا بتاعت الانامل ابيثيليوم الانر انامل ابيثيليوم البري امل بلاست دي تتحول الى فانكشنال امل بلاست علشان تديني هي كمان انامل بس بعد المرحله دي. تمام. فانا مني هنا ليه بقول عليها سترايكنج بوينت، ليه بقول ان انا وجود الهارد ستراكشر ده هيفرق معايا؟ لانه ببساطه قفل عليا الميه والنور، انا ما كنتش شايفه حاجه من ناحيه البري دنتال من ناحيه الدنتال بابيلا، لان ببساطه بقى في هارد ستراكشر في النص بعيد عني وعنهم، فاصل ما بيني وما بينهم، فالجزء اللي فوق عند الكراون مش شايف الجزء اللي تحت. طيب مش شايف الجزء اللي فوق الدنتال بابيلا، مش شايف الجزء اللي تحت، الجزء بتاع الانامل اورجن مش شايف الجزء اللي تحت. تمام. فهنا تتحول النيوتريشن بتاعتي بدل ما كانت من الدنتال بابيلا الى الدنتال فالك. ده شكل الاميلوبلاست اهي وهي واقفه، قلنا في المرحله دي لما نيجي نبص عليها بنلاقي شكلها سداسي، والاودونتوبلاست وقد تكون فيها البري دنتال. ويبقى بالمنظر ده احنا كده خلصنا التو ستيبس اللي هم المورفوجينيك والاورجنايزيشن. وفي المرحله دي كل اكتفلي بقول كل ده اسمه بري سكريتوري ستيج. المرحله اللي بعدها بقى لما الخلايا تدخل الى سكريتوري ستيج، واحنا اتفقنا ان انا كل الانامل بيبقى عندي فيه كل الستيجز من اول السيرفيكال لاين لحد الكاسب تيب، وبيبتدي من الكاسب تيب ويسبيب او بريسيد سيرفيكالي، ويديني بقى تو فورمز اثناء الايه
information. ليه بقى two forms؟ واحدة بقول عليها ان هي flat face of region، والتانية بقول عندها حاجة اسمها Thomas process. الفكرة كلها ان انا ازف ان انا عايزة ارش مية مثلا في حديقة، فلو انا مسكت بالطريقة التقليدية جرد المية ورشيت هرش في المنطقة اللي حواليا. طيب انا عايزة ان انا ارش من بعيد بحيث ان انا رجلي ما تتوسخش في الطين، ولا ان انا اتحبس جوه الطين، لان خلاص انا نزلت ما كنتش في الميه، احنا عارفين ايه اللي هيحصل، او لو نزلت برجلي يعني في الميه انا عرفت ايه اللي هيحصل. طب ايه الحل علشان رجلي دي او الشوز اللي انا لابساه او الكوتشي اللي انا لابساه ده ما يبقاش كله يتبهدل بالطين والكلام اللي في الجنينه بتاعتي دي او في الارض بتاعتي؟ الحل ان انا اخد خرطوم، صح؟ فابقى واقفه بعيد من على الطرف كده عند الحته ناشفه او الجزء اللي هو بعيد عن بدايه الجنينه، فالجزء اللي جنبي اللي حواليا ده هرشه قريب مني، وكل ما حبيت ابعد، كل ما حبيت اعمل مسافه ابعد واوصل الميه لحته ابعد، كل ما هستخدم الخرطوم اكتر، وكل ما اقرب مني كل ما هبقى مش محتاجه الايه الخرطوم. دي نفس فكره الاميلوبلاست وهي بتتعمل في السكريشن. فطول ما انا اللاير الاولانيه اللي انا بحطها والفاينل لاير كمان لما بقرب ان انا اخلص او في بداياتي بيبقى الشكل بتاعي فلات بيز ريجن، لكن لما ببتدي اكمل لايرز عشان ما يحصليش انترابمنت، يعني ما اتحبس او الكوتشي بتاعي او الشوزه بتاعتي دي ما تغرس في الارض اللي انا واقف فيها، فانا لازم ابعد عن الجنينه اللي مبلوله ميه دي، فاخرج انا بره او اطلع على السيرفس بتاعي، اطلع على الحدود بتاعتي وابعت الخرطوم او اللي بقول عليه تومز بروسس، بحيث ان انا اوصل البروتينز بتاعتي او المية في المثال بتاعنا بتاع الكرينة، وبعدين ابقى اسحبه لما اخلص شغل. تمام. طيب اول حاجة هيقول لي ان السكريشن بتاع الامينوبلاست بيحصل، بطلع البروتينز بتبقى من حوالي من 20 لـ30% من الرلايست، وده مش موجود في اي تشو تاني. فالاورجانيك ستراكشر اللي انا بنزله اللي هو مش كولاجينوس وهو عبارة عن انامل بروتينز مخصوصة، قلنا 90% منها اميروجينين و10% نون اميروجينس اميروجينين، ف once ان هي بتبقى formed it's initially mineralized من 20 لـ30%، ودي معلومة مهمة لازم تاخدين بالنا منها. والانامل بروتينز اللي بتتكون دي هي دي اللي بتديني الانفايرمنت اللي عشان تاكسبت المينرالز، وفي نفس الوقت بتجايد از المكان اللي هتنزل فيه المينرالز بتاعتي. طيب زي ما قلنا هو partially mineralized، بعدين الخلية كسكرتوري فانكشن زي ما اتفقنا اي خلية سكرتوري لازم هقول ان النيكلس هتبقى فوق وان هتبقى ويل ديفلوب، وعندي بقى ويل ديفلوب ده كل حاجة جولجي وميتوكوندريا كتير وحوالين النيكلس وموجودة فوق او ناحية البروكسيمال بورت، وعندي كمان كتب ومذاكرة وحاجات تانية كتير ممكن انا اعملها تانية. تمام. فهنقول زي ما اتفقنا هيبقى عندي ميتوكوندريا كتير عشان انا محتاج يبقى عندي well developed Golgi complex extensive cistern عشان هي دي اللي هتخرج البروتينز وتساعدني في الباكينج والفاينل فورميشن بتاعت البروتينز اللي هتطلع عندي دي، او وراف اندوبلازميك ريتيكولم هتساعدني طبعا في التصنيع، والسيتوبلازم زي ما قلنا بيبقى فيه سكريتوري جرانيولز كتير vacuoles و فري رايبوزومز، ده فين؟ ده موجود في قلب اي سكريتوري سيل، ويمشي على الامينو بلاست. اه هيمشي على الامينو بلاست. طيب ندي هنت صغير ان الاستراتوم انترميديوم مهمه جدا في تكوين الانامل، وهتلعب معاه دور مش بس في الديفيوجن بتاع النيوتريشن من ناحيه الدنتال بابيلا للانامل اورجن، لكن هي كمان بتتحكم في الالكالاين فوسفاتيز اللي بيبقى سكريتد عن طريقها علشان يساعد في نسبه الالكالاين فوسفاتيز و اللي عملية المينراليزيشن بتاعة الانامل.
بما ان احنا خلاص قفلنا المية والنور من ناحية الدنتال، من ناحية الدنتال بابيلا وناحية الدنتال، فانا مضطر ان انا ادور على سورس تاني للنيوتريشن، وهنا هيجي دور للدنتال فوليكل او الدنتال ساك. تمام، اي بروتين فورميشن بيتم زي اي ما حضرتك بتعمل هدية. انا لو انا عايزة اطلب حاجة كده اونلاين بما ان هو ده سمة العصر، فايه اللي هيحصل؟ انا هعمل حضر الاوردر بتاعي اللي هو يمثل الانامل بريسنس. فالماسنجر ار ان ايه، الرسول ده هياخد المسج او السيكونس بتاع الامينو اسيدز اللي انا عايزه او الهديه اللي انا عايز اشتريها، والله ياخدها من النيوكليس يوديها للسيتوبلازم. هيوديها للسيتوبلازم علشان خاطر الرايبوزومز اللي موجوده في الرف اندوبلازميك ريتيكولم هتساعد ان انا اصنع ال هترانسليت المسج دي وتصنع الانامل بروتينز. بعد كده الانامل بروتينز دي انا مش هعرف اخرجها كده، اوكي هيطلع لي امينوجين ونون امينوجين، بس يعني اللي بيجيب هديه كده لازم ايه يعمل لها ايه، يظبطها كده ويحطها في البشيك ويلفها. نفس الكلام، هاخد البروتين ده اظبطه واعمل بوست ترانسليشنال موديفيكيشن كده، اضافه بقى كربوهيدرات ومش عارف ايه، اظبط وكده واديله روح، وبعدين ابتدي اعمل له باكينج والفه في هدايا، ورق هدايا كده اللي هي السكريتوري جرانيولز، وبعد كده ابقى اخرج. لما بيخرج الدوائر، دوائر دوائر دي بقول عليها ستيبلد انامل او ستراكشرلس او رودلس انامل. ده المنظر يا دكاتره، حصل بولاريزيشن و اندكشن، وبعدها حصل ريسوبريكال اندكشن لما الخلايا قابلت بعض وعملت اندكشن، يعني عملت ردت بقى الجميل بتاع الاندكشن اللي كان الاودونتوبلاست اخدته من الانر انامل ابيثيليوم، في انها حولت هذه البري امبلوبلاست الى امبلوبلاست وساعدتها في ان هي تكون انامل. هنا بقى الجزء اللي احنا كنا بنتكلم عليه واحنا بنرش الايه الجنينة بتاعتنا. Let's suppose ان هي دي رجلي او الشوز زي ما كنا بنتكلم عن الكروتين. لو فضل الاوت لاين بتاعي، لو فضل البروتينز تتكون، انا هغرق. انا رجلي او ايدي او whatever ده هيبقى entrapped جوه، وانا مش عايز ده يحصل. فهعمل ايه؟ انا هبعد ارجع لورا علشان خاطر ما بقاش ما تحبس جوه السكريشن اللي انا عملتها، وابعت خرطوم صغير مكاني اسمه تومز بروسيس. تمام، وظيفة التومز بروسيس ده زي ما قلنا ان هو بيوصل السكريشنز بتاعتي او المية زي ما كنا بنقول في الجنينة، بس هو الحقيقة هو أعمق من كده بكتير. شخصية الأنمال كتير قوي مبنية عن فكرة إن موجود فيه أنمال رات أو أنمال انتر رات أو أنمال بريزم وانتر بريزماتيك أنمال. عرفتي مين الكلام ده؟ سببه ايه؟ احنا اتفقنا ان انا اول لاير واخر لاير بيبقوا ستراكشرلس، الكريستالز كلها قاعده جنب بعضها. طب ايه اللي فرق؟ لما استخدمت الخرطوم قسمت السورفس اللي عندي، فبقى الدايركشن بتاع الكريستالز اللي نازله هيفرق جدا في تركيبه الانامل وشكله. فبالتالي هقول ان هو زي ما اتفقنا الانامل بيبقى فورم اجانس الدنتال، وشويه شويه لما بيبتدي يزيد في الحجم الانامل بتبعت بروسيس بتاعها ليها، زي ما حضراتكم شايفين كده. ركزوا معانا في الفيديو هنا، بدأنا بالدنتل حصل ديفرنشيشن اهو، وبعدين دي عملت اندكشن فتحولت لأدنتوبلاست، وبعدين حطت بريدنتين رد الجميل وحولها لأميلوبلاست بريسبريكال اندكشن، وبعدين بدأ يحط الانامل ماتريكس وشوية شوية حجمه هيصغر علشان خاطر يخلص البروسيس بتاعته. طيب اللي هيحصل زي ما في الصورة كده بالظبط، انه اول ما الانامل يعمل اللاير الاولانية او الاستبل الانامل زي ما اتفقنا، بعدين تترص في لاير صغيرة كده، وزي ما قلنا بتبقى بتنزل من 20 ل 30% من الرلايز الانامل امير بلس، تبتدي تبعد تبعد ناحية الانامل اورجان عشان تسيب سبيس للدنتين ان الانامل ان هو يتكون جنس الدنتين. تمام،
طيب ايه الحدوتة بقى بتاعة الرد وانت الرد اللي انت كنت بتقولي لنا عليها دي، ومين تمز البروسيس ده؟ هو لما بيشرحه بيقول ان هو عبارة عن ديستال اكستنشن للخلية، ما بيبقاش فيه يعني ما بيبقاش فيه خلايا، ما بيبقاش فيه سيلز، ما بيبقاش فيه نيكلس، هو بيبقى فيه شوية بس اورجانيلز على سيكريتوري فاكيوز، الحاجات اللي هي تساعدني في عملية السكريشن بتاعتي. طيب ايه برضو اللي يخليه زي ما ينزل كده زي سنان السكينة المشرشرة، كأن هو بيجاتس انتو الانامل ماتريكس، او بيدخل كده يعلم جواها كأنه باكت فنس، كأنه شبه شبه السور او شبه الايه المصباح، سوري شبه الصاوة، اسمه ايه، منشار، تمام، شبه المنشار اللي هي السو توث او الباكت فنس ابير. اذا في الانامل الاميلوبلاست تامز بروسس بيجاتس انتو زي ما انتم شايفين كده، كأن هو بيدخل الخرطوم بتاعي ده، او بيدخل الشكل المثلث اللي انتم شفتوه، او بينتربوز الخرطوم او بتاعي علشان يعمل لي زي ما انتم شايفين شكل الباكت فنس او السو توث ابيرنس دي. زي ما انتوا شايفين كده السيركريشن هيتم في المنطقة دي زي ما اتفقنا، احنا قسمنا السيرفس، فالسيرفس اللي لبره ده مش نون فانكشن، ده مش عليه حاجة. طيب امال احنا هنشتغل ازاي وهنجايد بعض ازاي وهنعمل ايه؟ هيقولي دلوقتي ان والله ممكن يبقى في حد سأل، وحد هيدخل يبتدي يحط من البروكسيمال اند، من الديستال اند بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده، ده المين بالك. بس تخيلوا لو انا فضلت اشتغل من هنا كده، ما هو كل الانامل بروتينز وكل الكريستالز اللي نازله هتدخل على بعضها، فيجي دور بقى البروكسيمال اند، البروكسيمال بارت ده اللي بتكون الانتر رود forming the bed wall. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اجي ابص الاقي نفسي حابس نفسي في انبوبه، اللي بيعمل الجدران بتاعه الانبوبه دي هو البروكسيمال بارت، الجزء اللي هنا ده اللي هو الفاصل ما بين، شايفين رقم 2، الفاصل ما بين السيل بودي بتاعة السيل والاكستنشن او السيلفيكال بارت، او الجزء بتاع الديستال اكستنشن او تومز بروسس بتاعي، تمام. فاذا يجي الانتر البروكسيمال بارت اللي هو هيعمل لي الانتر روت او الباتس بتاعه الباتس وول، يعني الحفره بتاعتي، الجدار بتاعي، الحدود بتاعتي هتبقى اللون البينك ده، هي اللي معموله بالبروكسيمال بورت بتاع التومز بروسس اللي هو ناحيه الخليه، والديستال بورت اللي هو عامل زي السكينه هو ده اللي هيبقى فيه الاسئله الانتر ديجيتيتد مع بعضها او الانتجريتد مع بعضها، تمام. زي ما انتوا شايفين اهو، ادي سوري البت بتاعتي، اللاينز اتحدد لي لاينز، وبعد كده الديستال بورت بيكمل، الديستال بورت بيكمل السكريشن بتاعه عادي جدا، بس بعد ما يبقى اترسم له الخط اللي هو هيمشي فيه. طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كل الفرق في الدايركشن بتاعه الانامل، الانامل رود والانامل انترا. طيب نرجع نقول، طب ايه الفرق؟ هنقول هو مفيش اي فرق، هما الاثنين نفس الاستراكشر، وهما الاثنين نفس الكيميكال كومبوزيشن، وهما الاثنين ولاد التومز بروسيس او الاكستنشنز بتاعته، بس هي الايديا في الاخر ان الديفرنس كله عبارة عن تشينج في الـ في الدايركشن بتاعتي، جاست الدايركشن بتاعت الانامل رودز اللي انا هنزلها، كل ما الكريستالز بتاعتي شكلها واحد وتركيبها واحد، كل الفرق في الانجيريشن اللي هي نازله بيه من البروكسيمال عن الديستال. طيب كل ما احتاج ان انا اخلص جزء من الانامل بروتينز ده واسحب الخرطوم معايا شوية شوية، كل ما احس ان الخرطوم ده هيبتدي يرفع والمكان بتاعه يبقى سكويزد بالسكريشن اللي حواليه، هو بقى اللي هيتزنق مكاني، وبعدين انا اسحبه، فلما اسحبه يسيب عندي سبيس صغير كده اللي هيدخل بيه الاورجانيك ماتيريال اللي هتمثل الشيت.
تمام. طيب الشيت ده عبارة عن ايه، او هو كانت ايه المشكلة اللي فيه؟ مفيش اي مشكلة، احنا هيرجع يقول لي ان الخلية بتاعتك شكلها هيكساجونال ان شيب، شكلها سداسي، وان هما بيترتبوا جنب بعض، وهيحتاجوا 2 جنكشنال كومبلكس، وان احنا محتاجين الالاينمنت بتاعنا يبقى في شكل معين علشان نحقق الرد انتراد، ويديني حاجة كاركترستيك جدا اسمها الكي هول. نركز في كل شكل سداسي من دول يمثل اميلوبلاست. معنى كده ان انا الخلية دي عشان تتكون، الهيد اللي انتوا شايفينها اللي شبه المفتاح دي، راسه اللي بيقول عليه الهيد، الجزء اللي تحت اللي بيدخل فيه المفتاح بتاعنا بقول عليها التيل. اذا ف كل اللي احنا محتاجينه ان هو يشد حلو ربنا يكرمه، و نفهم ان في الهيد اللي بتتكون دي بيكونها 3 اميلو بلاست، والتيل بيكونها 1 اميلو بلاست. Here the cells of the inner enamel epithelium differentiate into secretory ameloblasts. Ameloblasts are the cells that build enamel through the secretory process. These cells have a cytoplasmic extension on their distal ends called a Thoms process. Its sole function is to secrete enamel. This animation will focus on a small group of cells in order to examine the secretory process more precisely. Each ameloblast begins to secrete hydroxyapatite crystals from its Thoms process to create a layer of enamel. Crystals secreted from the proximal portion of the Thoms process are oriented perpendicularly to those secreted from the distal portion. This secretion pattern creates the rod-interrod formation of the enamel. The ameloblasts continue to secrete the hydroxyapatite crystals layer by layer. Because enamel is deposited incrementally, lines called the stria of Retzius are visible in the enamel. After the ameloblasts complete the deposition of enamel, they enter a maturation stage. The cells then secrete more minerals onto the enamel while absorbing most of its proteins. This process hardens the enamel further. The construction of enamel is now complete. This layer of enamel is the only one that will be created, and if properly cared for, will carry on through adulthood. طيب احنا كده اخدنا ملخص عن عملية الاميلوجينيسيس وازاي بتتم، وازاي ان انا ببتدي برودلس انامل، وبعد كده الاميلوبلاست بتطلع التامس بروسس بتاعها اللي بيديني بس نتيجة الفرق في الدايركشن ديفرنت شيب اللي هو الانتر رود والرود، بحيث ان الانتر رود اللي من اسمه الحاجه اللي بتبقى ما بين حاجتين بقول عليها انتر، فالجزء من الانامل اللي هيكونه البروكسيمال بورد بقول عليه الانتر رود اللي هيعمل الجوانب بتاعتي او بتاعه الانبوبه بتاعتي او البات الهول اللي انا هصب فيها الانامل بتاعي. والفرق ما بين الاثنين قلنا ما بين الرود والانتر رود ما هو الا الدايركشن بتاعه الكريستال اورينتيشن. تمام. يبقى احنا كده خلصنا السكرتوري ستيج، ندخل بقى في البوست سكرتوري ستيج اللي هي بنقول عليها الترانزيشنال ستيج والماتيوريشن. طيب انا لما اخلص في الترانزيشنال ستيج او انا خلصت الفورميشن بتاع الانامل بروتينز، هل انا محتاج كل الميتوكوندريا، محتاج الطول وكل الطاقه اللي انا بستهلكها دي؟ طبعا لا. طيب فايه الحل؟ يحصل شويه مورفولوجيكال تشينجز مميزه جدا للفتره بتاعه الامتحانات بتاعة ال نقدر نقول عليها امتحان الخلايا، يعني مين هيكمل ومين مين مش هيكمل. المورفولوجيكال تشينجز اللي بتحصل، فيعدي خلايا يحصل لها ابوبتوزس وتموت لان خلاص ما عادش محتاجها، وفي خلايا هتكمل هي المرحلة اللي بعدها بتاعة المينرالايزيشن. تمام. وبعدين الفورميشن اوف بيزل لامينا او الاسوسييتد هيميدزموزومز، واخر حاجة البابيرلي رير فورميشن. طيب بالنسبه للترانزليشن ستيج، يبقى انا هنا اللي بيحصل مزدرول بقى للبروسيس، وابتدي اخلص الاوت لاين اللي باقي عندي كام لاير اللي باقيين دول، وبعدين
لما اسحب التومز بروسيس انا الجزء خلاص احنا واقفين على السيرفيس، فده الجزء القريب مني، فممكن ارجع زي ما كنا بنستخدم الجردل الاول وبعدين الخرطوم ارجع استخدم الجردل تاني. ففي الحاله دي هيبقى بكده الاوتر والانر انامل ابيثيليوم بتوعي الاثنين اوتر وانر ستراكشرلس انامل. هو ليه بيقول عليهم structureless؟ ما هو انا بقول ان في كريستال اهو، وانا استخدمت الجردل ونزلت الميه، يبقى ليه بقول عليها structureless؟ هي الايديا كلها ان احنا زي ما كنا بنقول ان الفرق ما بين الرود والانتر رود هو اتجاه السكريشن او الاورينتيشن بتاعتي، ان واحد فيهم بيرديكولار على التاني، بس نتيجه ان ده جزء جاي من الدرس من الفيستال، جزء جاي من البروكسيمال، وده بيبقى جايدد بالفداني رود وانتر رود. فلان التومس بروسيس ده غاب، فما عادش عندي الرسمه بتاعت الرود انتر رود، وبالتالي هيبقى الكريستلز مترتبه بارل لبعضيها، كلها جنب بعضها لازقه بعضها، فمش هشوف الفرق في الريفراكتيف انديسز دي، وبالتالي هيبقى بقول عليها بريزمليس او ستراكتشرلس. انا زي المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده، واقفين جنب بعض جنب بعض جنب بعض، مفيش ايه رود انتر رود ستراكشر. ماله ده زعلان ليه؟ ماله الالم اللي يا جماعه زعلان ليه؟ بفكركم تاني ان احنا قلنا ان الميزينكمال ستام سيلز كلها او الاندفرنشيتد ميزينكمال سيلز بتطلع لي السمنتم والدنتن والدنتال بولب، كل دول ولاد المزينكم او الاكتوميزينكم. لكن الانامل لو حضراتكم فاكرين هو اكتوديرمال ان اوريجن، وقلنا ان ده بيفرق جدا في صفاته هيأثر معانا، وان هو نون كولاجينس ان نيتشر، وبالتالي هو مش هيمشي شبهنا. ايه بقى هما فكرتهم؟ ان هما يقوموا حاطين زي بالظبط ما تبني عمارة، بتقوم حاطط الاساسات بتاعتك العمدان وبعدين بتصب ما بينها. فالعمدان في الحالة دي هي الكولاجين، وبعد كده انت بتصب فوقها وهي موجودة. الفرق بقى في الانامل ان الانامل بيكون الانامل بروتينز بتاعته وبعدين يكسرها في مكانها وينزل مكان اللي كسره ده المينرالز، in a process called enamel maturation. بس عشان ده يحصل ده بياخد وقت، ممكن يقعد لحد 5 سنين علشان اشوف عملية complete mineralization او maturation لحد ما اوصل لل final يعني maturation stage. طب احنا مش عايزين ده، خلينا ناخد بير ان مايند ان السيرفيكال بورس اوف كراون الانامل ماتريكس فورميشن فيها بيبقى لسه شغال. احنا اتفقنا ان انا عندي بتبقى كل المراحل موجوده، وبالتالي بيبقى لسه الكالسيفيكيشن ما حصلش. تمام، عشان بقى الانامل يعمل الكلام ده محتاج الاميلوبلاست يبقى فيها صفه اسمها موديوليشن، تغير شكلها زي ما كنت بغير شكلي في السكريشن عشان يبقى عندي تومس بروسس او يبقى عندي فلات سيرفيس لما ابقى قريب او بعيد خالص اخر لايرز. فانا برضو نفس الخلايا دي معايا، بس انا هيبقى معايا عوامل مساعده تانية. ايه المورفولوجيكال التريشن اللي بتوريهاني الاميلوبلاست عشان تحصل عمليه الماتيوريشن؟ تعالوا نتخيل ان احنا واقفين كده على السيل ممبرين بتاعنا، وادي الاميلوبلاست، والاميلوبلاست فجأة قررت ان هي بناء على الفانكشن بتاعتها انها تكسر كل الانامل بروتينز اللي هي حاطاها. طب انا عشان اكسر الانامل بروتينز ده محتاجة ان انا اطلعها بره، فتقوم تاخدها وتوزعها كده ما بين الخلايا عشان تخرج، وشوية فيهم برضو مفيش مانع يبقوا بس مش كتير ومش ضروري الاساسي يدخلوا جوه الخلية في فيزيكلز كده كأن هما شبه الايه الدنتال بروتين. طيب لو ده لا قدر الله حصل وده ما حصلش، في الوضع ده الخلية بتقلب اوكي انا خلاص الجزء اللي انا خلصته ده طلعته بره، محتاج بقى ان انا احط مكانه. احط مكانه ايه؟ احط مكانه ملك، احط مكانه حد تاني يشيل الاملاك بتاعتي او يشيل الجزء اللي انت كسرته هنا ده. يعني ايه برضه؟ يعني دلوقتي الانامل قال انا مش زي بتوع الميزنكايم ومش هحط كل شيء، يبقى حضرتك تحط لي بروتين يجايد الموضوع وبعدين تشيله. طيب نتكلم على الاميلو بلاست، نقولها يعني بس يهديك يرضيك يعني نشيله ازاي؟ طب وما اشيله اشيله ازاي يعني؟ فكيقول لك طب بص كأن انت واقف كده على بلاطه، كل اميلو بلاست واقفه فينا واقفه على بلاطه، فكأننا لو بصينا كده واعتبرنا ان دول 4 بلاطات، فانا واقف قصادي فيهم مين؟ 4
أسد، تمام؟ والخلية هتيجي هنا وهتيجي هنا وهتيجي هنا وهتيجي هنا في ويف اسمها ترانزيشن. طيب هتعمل ايه الخلية دي؟ البلاطة اللي هيقف عليها دي هتكسر فيها البروتين. هتكسر البروتين بإيه؟ بقولنا بالرافلد اند، اللي هي هتاخد زي ما انتوا اخدتوا في تو ديفلوبمنت كده، هسلز هتديفلوب شوية اكواشن شوية جلوري اباراتس ونيوكليس ومايتوكوندريا والكلام ده كله، وايه علشان تستحمل الطاقة اللي انا محتاجة افرزها او اللي انا هشتغل بيها. طيب كسرت البروتين، هوديه فين؟ هبتدي بقى اطلعه بره، طلعوا بره بقى من هنا كده، طلعوا بره بين الخلايا، خد حبة صغيرين وبطلعهم في سكرتي فيسكلز. يبقى أنا عندي المكان هنا إيه؟ فاضي. طيب الخلية اللي بعدها أو الشوية اللي بعد كده، المكان الفاضي ده لو فضل هيحصل لي disruption والكريستالز تدخل على بعض. طب نعمل إيه؟ ننزل حاجة تانية، ننزل structure تانية علشان الناس دي تبص عليه، عشان الخلايا دي تبص عليه. طيب هتنزل ايه؟ والله انا بقى الجزء اللي فضى ده هقوم انزل فيه مينرالز، اللي هي الكالسيوم او الجوكر بتاعنا اللي هو الهيدروكسي بتاع الكريستالز. اذا في الرفض بوردر هي علشان تمسك وتوسع الاداء بتاعها وتحافظ على مكانها ونفس البلاطه اللي هي كانت بتتكلم منها دلوقتي. اذا انا بعد ما كسرت البروتين، الخليه نفسها هتتغير in a process called modulation علشان خاطر تبتدي تلمع يعني تلمع وتشيل، تكنس كده وتمسح مكان الحته اللي هي واقفه فيها علشان تاكواير الرافلد بوردر. وبعد ما تاخد الرافلد بوردر تبتدي تحط الايه المينرالز. ومع الوقت كل شويه الكريستلز بتاعتي دي حجمها هيكبر، الصغيره هتبقى يا دوب زي ما حضراتكم شايفين كده النيولي فورم رفيعه، لكن كل ما زدت في الحجم وكل ما مسكوا في بعض اكتر وكل ما حجمها زاد و يعني تبتدي تمسك جنب بعضها اكتر. فنيجي نبص كده، يبقى هلاقي عندي اوتر انامل ابيثيليوم، ستراتم انترميديوم، وستليت ريتيكولم. دول الثلاثه بيكونوا مع بعض بابيلاري لاير، ونيوتريشن هتبقى من الدنتال فلكل. اخد بالي ان انا بقول على ده باتيورينج انامل، بقول على ده ماتريكس سوليتاري بروتينيزس، هو الوحيد اللي لسه بيشوفها والله السيل دي تمام ولا لا. طب احنا ليه بنقول عليه ماتريكس انامل ماتريكس مش انامل؟ لان هو لسه مخلص، ولان الانامل بينزل اصلا من 20 30% من الهلايز. لكن لو في اي حاجة تانية زي ما انتوا شايفين، لما يبقى اوصل لمرحلة 96% مينرالز، اذا انا لما شيء اشوف الجزء الابيض ده ما تخطش، ومنطقي جدا مع اللي احنا بنتكلم فيه ان هو بيحصل من الكاسبيتال بلاي الروز الاول ايه السيرفيكال بورت. فلما الاقي جزء كبير واقع في البوينت دي، يبقى احنا محتاجين ان احنا نشد عليها شوية. ومن هنا تيجي فكرة ان المينراليزيشن بيتم على اكتر من مرحلة. المرحلة الاولانية دي اول ما الانامل اصلا حصل له سكريشن، وده بتبقى 20 30% من اللايز اللي هي تكنس الصغنن. وبعد كده مع الزيادة بيحصل زيادة المينرالز اللي بتترسب، وكل ده طبعا بيزيد الهاردنس اعلى ناحيه السيرفس علشان السلايفا برضه. ودي رابع حاجه ان انا ممكن اخد من الاورال انفايرمنت ومن السلايفا اعمل عمليه ريمينراليزيشن، ودي بيبقى اسمها يعني بتبقى الفاينل ستيج بقى عندي، بحيث ان انا تفاعلي مع الاورال كافيتي ان انا هاخد الحاجات اللي تفيدني وتزود الهاردنس عندي. طيب هذه المرحلة بقى لما نوصل للبروتكتيف ستيج، او ان انا بقى عندي بيرل، او ان انا خلاص حققت ان انا بقى عندي تاج، فانا محتاجة احميه واحافظ عليه.
طيب ده بيتم ازاي؟ ان خلاص هيحصل كولابس للخلايا اللي احنا كنا لسه متكلمين عنها اللي هي الانامال و تمثيله في بقية الحاجات زي الكرانيوفيشال. سوري زي ما اتفقنا ان هما التلاتة هيبقوا الانامل الابيثيليوم او الاميلوبلاست خلاص هتتحول بقى ان هي تبقى كيبيتال بعد ما اتحولت للترانزيشن وخلصت وخلصت الماتوريشن و ال الستراتم انترميديوم والستلايت ريتيكلم. خلاص انا فضلت اضغط 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 لغايه ما عملت سكويزنج للثلاثه دول مع بعض وهما مش هيعدولي حاجه ودول كلهم مع بعض بقول عليهم reduced enamel epithelium اللي بيمسك في السنة بإيدي وسنان ومش هسيبها إلا لما أطلعها لك في الأورال كافيتي همسك فيها بإيدي وسناني عشان أحافظ عليها. الفكرة كلها إن ال condensed layer دي مع بعضها أو ال papillary layer دول بينتجوا اللي بيمسكوا في السنة بيمسكوا بيعملوا حاجة سمي هيميديزموزومز أو الهيميديزموزومز دي اللي هي بتحافظ على او بتمسك في التوث علشان ما فيش حاجة من الاورال كافيتي تقدر ان هي تخترقها او تحولها او تغير من شكلها او تحصل سوليبيليتي او حاجة نتيجة الـ OH الـ unstable اللي كنا بنتكلم عنها. طيب فالريديوسد انامل ابيثيليوم بيحمي التاج بتاعي ده بان هو يكون هيميديزموزوم ويمسك فيها ان انا اطلع بعد كده مع المرحله بتاعه الديزمولسيس او الاربشن بتاع التوث بيحصل ازاي وداوت بين خلاص او لاس او بليدنج لاس اوف تيشوز يعني مع الاربشن واخر حاجه ان هو بيدخل مع التوث الجنكشن الكومبلكس او اول اتصال ما بين السنه وما بين الجنجفا او الاورال كافيتي في حاجه اسمها برايمري اتاتشمنت ابيثيليوم. هما هتاخدوا الحاجات دي بالتفصيل في الميكوزا ان شاء الله، بس هو مينلي ان هو يعمل اول اتاتشمنت وان هو يوصل السنه لبر الامان الى السيرفس بتاعها وما يفضل مغطيها ومحافظ عليها عشان يحميها من المؤثرات الخارجية اللي موجودة في الأورال كافيتي. لو لا قدر الله حصل detachment لهذا الـ reduced enamel epithelium اللي بيحصل ان يا اما الانامل يتعرض ليه ان هو يحصل resorption من الخلايا اللي بره او ان الخلايا بتاعت السمنتم يحصل لها differentiation وتحط اي سيلر اي فايبريلر سمنتم على الانامل. خلاص ده فيديو سريع كده يلخص لكم Amelogenesis is the process of enamel formation, which starts with the deposition of enamel matrix by ameloblasts, followed by the mineralization of the matrix. Enamel matrix essentially consists of organic material composed of two groups of proteins, namely amelogenins and non-amelogenins. Non-amelogenins consist of proteins enamelin, tuftalin, and ameloblastin. The amelogenins form the bulk of the enamel proteins comprising at least 90%. And once enamel is fully formed, organic material makes up only 4% of the enamel and the inorganic portion of enamel is composed of hydroxyapatite and comprises of 96% of enamel. Amelogenesis is divided into three stages referred to as the pre-secretory, the secretory and the maturation stages. The pre-secretory stage is the phase in which inner enamel epithelial cells differentiate to become ameloblasts that are ready for secretion. In the secretory stage, ameloblasts secrete organic matrix comprising various enamel proteins, forming the entire enamel thickness. Ameloblasts carry out activities in the maturation stage that help in degradation of enamel matrix and subsequent replacement by minerals or inorganic material, thus completing the process of enamel formation. The pre-secretory stage is further subdivided into two phases, referred to as the morphogenetic phase and the differentiation phase. In the morphogenetic phase, the enamel organ is in the bell stage of root development and the shape of the crown is established. The inner enamel epithelial cells are low columnar or cuboidal cells with a central nucleus.
Golgi apparatus is located in the proximal portion of the cell, that is towards the stratum intermedium, and the other cytoplasmic components are scattered across the cell. During the phase of differentiation, the inner enamel epithelium starts to differentiate to become an ameloblast. The cell elongates and becomes tall columnar, and the nucleus that was previously the center shifts proximally. Golgi complex shifts distally, that is towards the dental papilla, and mitochondria that were scattered begin to cluster proximally. Now, when these changes to the inner enamel epithelial cells are happening, there is simultaneous differentiation of the cells in the dental papilla to odontoblasts, thanks to the signaling molecules from the differentiating inner enamel epithelium. Odontoblasts begin to form dentine at the end of the differentiation phase. In summary, the inner enamel epithelial cell at the end of the pre-secretory stage differentiates to become an ameloblast with the nucleus polarized away from the dental papilla and most organelles located distally. Ameloblasts are attached to each other with the help of junctional complexes, both proximally as well as distally. Once the pre-dentine or the first layer of dentine is formed, it stimulates the ameloblasts to begin enamel formation. Now, it has to be understood that this initial layer of dentine is necessary for stimulation of enamel formation, just as it was necessary for the inner enamel epithelium to help in differentiation of dental papilla cells to odontoblast. In the secretory stage, ameloblasts develop a structure called the Toombs process. Now, a fully developed Toombs process is a distal extension or projection of the ameloblast, consisting of a proximal portion and a distal portion. However, at the beginning of the secretory stage, Toombs process has only a proximal portion. Ribosomes help in synthesizing proteins which are then packaged into secretory granules in the Golgi complex. These secretory granules containing the enamel proteins are then secreted via the Toombs process. The initial layer of enamel matrix is laid down on the mantle dentine and is mineralized immediately. Hence, this initial layer of enamel does not contain enamel rods. Now, as more enamel matrix is laid down, the ameloblast moves away from the enamel, with the Toombs process developing an extension from the proximal portion. This extension is the distal portion of the Toombs process, and it keeps elongating as more enamel matrix is secreted with the distal portion penetrating the enamel. Now, it has to be understood that rod and interrod enamel is a result of the Toombs process. So, let's understand how this happens. When the distal portion of the Toombs process is developed, secretion of enamel happens from two sites. One is from the proximal portion of the Toombs process and the other from the distal portion. The enamel matrix secreted by the proximal portion encircles or surrounds that enamel matrix secreted by the distal portion of the Toombs process. The enamel matrix secreted by the distal portion of the Toombs process forms the enamel rod, and that which surrounds the rod is called the interrod enamel. As the enamel matrix continues to be secreted, not only does the distal portion of the Toombs process elongate, but also gradually becomes thinner and gets squeezed out of existence. Once this happens, there is a thin space at this junction between the rod and interrod enamel that is filled with organic material to form the enamel sheath. Once the distal portion of the Toombs process disappears, the ameloblast again resembles how it was initially, and thus the last increment of enamel formed has no enamel rods. Hence, it has to be understood that the final enamel is composed of rod-interrod containing enamel squeezed between two layers of rodless enamel. The maturation phase of amelogenesis consists of a transitional phase and a maturation proper phase. Before the enamel matrix could mineralize and mature, there is a brief transitional phase where ameloblasts reduce in height and volume. Also, ameloblasts undergo programmed cell death or apoptosis, and there is approximately 25% reduction in the number of ameloblasts in this phase. The maturation phase is when the bulk of the proteins and water in the organic matrix are removed to be replaced by inorganic material. This is accomplished by a process called modulation. Modulation is a process of cyclic creation, loss, and recreation of an invaginated, ruffle-ended apical surface.
That is, ameloblasts cyclically alternate between having a ruffle-ended border and a smooth-ended border at the apical surface facing the enamel matrix. A ruffle-ended ameloblast possesses a tight distal junction, and a smooth-ended ameloblast possesses a leaky distal junction. Ruffle-ended ameloblasts possesses enzymes like lysosomes, metalloproteinases, and serine proteinases. And these enzymes are secreted via their ruffle-ended borders to degrade in bulk the proteins in the enamel matrix. Once the proteins degrade to small fragments of peptides, they escape and diffuse into ameloblasts via the leaky junctions of the smooth-ended ameloblasts. Ruffle-ended ameloblasts also show endocytic activity, which help in endocytosis of the degraded peptides into the cell. When the enamel matrix is being degraded, the calcium-binding proteins and calcium ATPases present in the ruffle-ended ameloblasts help in pumping calcium ions to the degrading enamel matrix in order to mineralize it and help in active crystal growth, thereby fully forming enamel. طيب كده احنا اخدنا فكرة عن اللي بيحصل في الاميلوجينيسيس وازاي بيتكون عندي. في الاول ببقى فلات سيرفيس وبعدين بيبقى فيه تومز بروسيس اللي هيديني الراد انت راد كونفيجريشن، وبعدين خلاص ما عدتش احتاجه ومع الوقت ابتدي اعمل له سكويزنج ومكانه الفاضي ده يدخل فيه الشيث او الانامل بروتينز اللي هتترص حوالين الخليه از شيث ان او انفلوب كده ان كومبليت انفلوب اللي هيديني الانامل شيث او الشيث بتاعي اللي هيبقى فيه البروتين، وابتدي اكون الرودلس انامل او الاوتر ستراكشرلس انامل اللي فيه الكريستالز جنب بعضها. وبعدين بعد ما اخلص المرحله بتاعه السبريشن دي وخلصتها تمام، يبتدي يحصل عندي ابوبتوسس للخلايا بتاعه الاميلوبلاست اللي شويه، وما اقلل الحجم اللي موجود جواها الاورجانيلز عشان انا مش محتاج كل الطاقه دي، وحجمها نفسها هي تقل والمورفولوجي بتاعها هيختلف، وحجمها ككل كاميلوبلاست عددها هيقل وجزء منها كبير بيروح في عمليه الاميلوبتوسس او سوري عمليه الابوبتوسس او البروجرام سيلدس. وبعدين ادخل في مرحله المينراليزيشن اللي زي ما اتفقنا ان هي السكريشن اساس سكريتد انامل اساسا بيبقى من 20 ل 30% مينراليز، وبعدين يحصل له بعد كده further maturation عن طريق عملية الموديليشن اللي احنا اتفقنا عليها، ان انا اكسر البروتين اللي انا كونتها في الجزء ده من البلاطة زي ما اتفقنا، او الحتة اللي انا واقف عليها كخلية، وبعدين اخرج ابتدي اعمل الرافي اندت بقى الرافي اندت اطلع اعمل introduction للمينرالز واعمل عملية المينراليزيشن. وقلنا ان الرافل اوردر بوردر بتتميز ب
الرفل ده السيرفس بتاعها، وان هي عشان تبقى ماسكه بعضها جدا بتبقى الديستنت اند بتاعتها هي اللي بتبقى تايت، لكن السموث اند الديستال اند بتاعتها بتبقى ليكي علشان تخرج لي وتسرب لي جزء من البروتينز او الانامل بروتينز اللي اتكسرت دي اكروس الخلايا وشويه عندي. وقلنا ان الخليه بتتغير في الشكل بتاعها 3 سايكلز في اليوم الواحد، تغير من انها تبقى formative لانها تبقى maturative وترجع تاني تبقى formative 3 cycles each 8 hours، وزي الموجة كده او الويفز الخلايا كلها بتتغير علشان يبقى فيه نقدر نقول ان المينراليزيشن يبقى مفيهوش ديفاكت او يبقى متوازي على بطول الانامل كله، وان فكره الهاردنس او المينراليزيشن دي بتبتدي زي ما اتفقنا من فوق من عند الكاسبتب وتبرسيد لحد السيرفيكال لاين ومن بره لجوه، وكمان في الاخر خالص بيبقى فيه بقى المرحله ان انا اعمل اخد من المينرالز اللي موجوده من في السلايفا عشان ازود الهاردنس 15% كمان، وتبقى هي دي مراحل الماتوريشن اللي عندي. وبعدين اعمل بروتكشن بقى للبريشس انامل اللي انا كونته عن طريق ان انا اخد الريديوس انامل ابيثيليوم اللي هم الثلاثه لايرز الاميلوبلاست او الانر انامل ابيثيليوم مع الريديو مع الستلايت ريتيكولم و الستراتم انترميديوم في ريديوس انامل ابيثيليوم عشان يغطيني الانامل استراكشر ده لحد ما يخرج. وبعد كده الديزمولاتيك اللي هي هتساعد في ان تفرز الديزمولاتيك انزيمز اللي بتعمل لي عملية الاربشن بتكسر الكونكتيف تيشو اللي حواليا علشان اخرج في عملية الاربشن وداوت بليدنج، وان الريدوس انامل الابيثيليوم ده بيساعد في الفورميشن بتاع الاتاتشمنت بتاع التوث مع الاورال ميكوزا في الاول، بيساعد في عملية الاربشن. دي الستيجز بتاعة الأمينوجينيسيس. طب افرضوا لا قدر الله حصل ديفكت في الأمينوجينيسيس دي، هيحصل حاجة عندي اسمها انامل ديسبلايجيا، والانامل ديسبلايجيا دي زي ممكن تبقى نتيجة جودس انفايرمنتال أو حاجة اسمها أمينوجينيسيس امبرفكت. لو الخبطة جت في السكريشن يبقى هيبقى الأماونت بتاعي قليل والكمبوزيشن بتاع الانامل ماتريكس هو اللي هيختلف، لكن المينراليزيشن مش هتبقى افكتد، بقول عليها هايبوبلايجيا. لكن لو حصل interference مع المينراليزيشن فهيحصل reduction في المينرال ويديني force chalky white bands اللي بنلاقيها في السنين دي، وبيحصل لها مع الوقت السن هتبقى ضعيفة حتى لو كان كل السيرفس موجود وكل الانامل بروتينز موجودة، بس هي مع الوقت هيحصل لها discoloration علشان خاطر هي المينراليزيشن بتاعها قليل. من ضمن اشهر الحاجات اللي بنشوفها كابلكيشن للموضوع ده هو ال MIH او ال MIRM بالذات في الـ children اللي بقول عليها molar incisor hypomineralization او molar incisor malformation. والكوزس بتاعتها كتير جدا، ممكن تبقى مشاكل اثناء البيرث او اثناء الفورميشن زي ما قلنا، يا اما مينراليزيشن يا اما فورميشن، وهي variable جدا، ممكن تبتدي بباتش صغيره زي ما احنا شايفين كده الى ان هي يبقى في complete loss للانامل structure. وهي تريكي جدا في الفولو اب بتاعها، ولازم بتعتمد مش بس على الاويرنس بتاع البيرنتس، لكن كمان ان الدنتست يبقى واخد باله من الاستراكشر بتاع التوث، وان هو يعمل روتين تشيك اوت على التوث دي وياخد هيستوري ليها بحيث ان هي تتلحق من الاول او ان يتعمل لها السلاندي لايك ريستوريشن علشان خاطر مع الوقت لو سبتها هتزيد والانامل كله يتاكل وتعمل لي السيكولا بتاعه الفرايب الانامل اللي هيروح وبعدين يدخل في الدنتال وبعدين البالب يبقى انفولد. وزي ما اتفقنا بتبتدي من باتشز اشوفها مثلا في الانسايزرز والمولر لحد كومبليت لوس. النوع التاني اللي برضه بقى
مشهور قوي موضوع ال MIM او ال more incisive malformation، وده بيبقى relation بمشاكل clinicals كتير قوي زي ال impaction early exfoliation او ال space. زي ما حضراتكم شايفين كده، يبقى crown متكون و root بتاع ال deciduous غريب، مفيش root، او ان هي تبقى rootless اكتر من شكل واكتر من حاجة. فمينلي لازم يبقى فيه meticulous treatment و meticulous follow up لل patient اللي بال especially ال children اللي عندهم ال condition بتاعت ال MIH أو ال MIM. تمام. من ضمن الحاجات برضو اللي تعتبر clinical يعني application، فكرة ال bets and fissures. اللي بيحصل في ال bets and fissures إن مجموعة من الأميلوبلاست بتنسحب، فبيحصل لها زي decussation ومجموعة منهم بتموت، فبتسيب فراغ. فهذا الفراغ اللي المكان وعند development ال central developmental root مثلا هو اللي بيبقى فيه فرصة، أو ال buccal bets هو اللي بيبقى فيه فرصة ان يحصل leakage و accumulation. ومهم جدا ان انا احاول اقفل المكان ده ب فيتشر سيلانس. وفي حاجات كتير حلوه ممكن نستخدمها في الكلينكس بتاعتنا، وحاجات فيها فلورايد ممكن تساعدنا على ده. كمان من ضمن الحاجات في حاجه اسمها febrile disease او بالتتراسايكلين، دي حاجات برضو كلنا عارفينها، او systemic conditions زي mulberry tooth او Hutchinson tooth زي اللي موجود في السفلس، طبعا احنا كلنا عارفين. لكن فكره ان اللي بيحصل في الالم زي ما اتفقنا يا دكاتره، ان السنه ان السنه بتاعتي لما بتخرج ما بيبقاش عليها خلايا، زي ما شفتوا احنا لما الاميلوبلاست خلاص يعني شويه ما حصل لهم ابتوزس، وشويه بقوا دخلوا ريدوس انامل اريثينيوم، ودخلوا في ستراكشر تاني خالص ما عادش في اميلوبلاست موجود. فوانس ان انا عملت ديفكت اوف بورت هيفضل موجود. فمشكله الفابر ده ان كل السنين بتتاثر، وبعدين لما يحصل ريزولف للفيفر والدنيا تهدى، خلاص اللاير اللي بايظه دي هي اللي هتفضل بايظه، واللي بعدها خلاص مش هيبقى فيها مشكله، والانامل هيكون نورمال وتمام وعادي زي الفل، از لونج از ان احنا عملنا ريزولوشن للديفكت البروبلم اللي عندنا. اخر حاجه بقى القاعده بتاعت ان اللي يزيد عن حد وينقلب ضده، لو الفلورايد اينز بتاعتي اللي انا استخدمتها اكتر من 5 بورت بير ميليون في الميه بتاعتي الكونسنتريشن بتاعها، ده هيؤدي لحاجه بدل ما انا اعمل سترينثنينج للهاردنس بتاعه الانامل، لا انا هحولها لحاجه تانية خالص اسمها دنتال فلوروزس او الماتن انامل. ودي بتبتدي من اول بيجز زي ما حضراتكم شايفين هنا كده، الى ان التوث كلها تبقى براونش وتبقى فرايبل ولاست بعد شويه. من ضمن الحاجات اللي معروف انها بتاثر قوي على الستركتشر بتاع الحاجات التانية زي الدنتين تحديدا، هي الفيتامين ديفيشنسي والهرمونال تشينجز. بس من رحمة ربنا علينا ان الانامل مش بيتأثر قوي، هي يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتأثر شوية فيه هو فكرة الفيتامين ايه، لكن بقية الحاجات ما بيبقاش فيها تأثير الفظيع. واغلب التيشوز اللي بتبقى متكونة ليها مزينك من الارجن زي الدنتن، يعني لو تلاحظوا مع فيتامين سي هو متغير جدا، مع ديفكت فيتامين دي هو متغير جدا، لكن هو بالنسبة للانامل هو بس فيتامين ايه اللي ممكن يسبب بعض المشاكل دي. الفكرة بتاعت الهيستولوجي بتاعت الديكاسيشن للبريسن فاشر، لما يحصل ان الخلايا تموت وبعدين يحصل حتة بس كده، يحصل لها سيب لنا حتة كده من الانامل، ويبقى الدبث بتاعي بتاع البريسن فاشر ده فاضي، هيبقى مسح لمكان ان هو يحصل فيه اكيميليشن الفود واسيد والتيكولا بتاعت الكاريز اللي احنا عارفينها.